ثم قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى يعني البشارة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والبشارة في الحياة الدنيا أنواع، فمنها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، يعني يرى في المنام ما يسره، أو يرى له أحد من أهل الصلاح ما يسره، مثل أن يرى أنه يبشر بالجنة، أو يرى أحد من الناس أنه من أهل الجنة وما أشبه ذلك، أو يرى على هيئة صالحة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. ومنها أن الإنسان يسر في الطاعة ويفرح بها وتكون قرة عينه، فإن هذا يدل على أنه من أولياء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. فإذا رأيت من نفسك أن صدرك ينشرح بالطاعة وأنه يضيق بالمعصية فهذه بشرى لك أنك من عباد الله المؤمنين وأوليائه المتقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. ومن ذلك أيضا أن أهل الخير يثنون عليه ويحبونه ويذكرونه بالخير، فإذا رأيت أن أهل الخير يحبونك ويثنون عليك بالخير هذه بشرى للإنسان أنه يثنى عليه من أهل الخير. ولا عبرة بثناء أهل الشر أو قدحهم، لأنهم لا ميزان لهم ولا تقبل شهادته عند الله، لكن أهل الخير إذا رأيت أنهم يثنون عليك وأنهم يذكرونك بالخير ويقربون منك ويتجهون إليك فاعلم أن فهذه بشرى من الله لك. ومنها من البشرى في الحياة الدنيا ما يبشر به العبد عند فراق الدنيا، حيث تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن البشارة أيضا أن الإنسان يبشر عند موته بشارة أخرى، فيقال لنفسه أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتفرح وتسر. ومن ذلك أيضا البشارة في القبر، فإن الإنسان إذا سئل عن ربه ودينه ونبيه وأجاب بالحق نادى مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ومنها أيضا البشارة في الحشر، تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالمهم أن أولياء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم.